عاجل الإعلام الغربي يكشف إمكانية حدوث مواجهة مباشرة بين الجيش المصري والإثيوبي وإمكانية كل طرف. ننشر لحضراتكم التفاصيل. ووردنا منذ قليل إثيوبيا تتحدى تهديدات دولتي المصب منذ قليل، ننشر لك بالتفاصيل. وهام الرئيس السيسي يصدر بيانا هاما لكل المواطنين. ومفاجأة كبرى، سائق قطار يمنع كارثة على خط السكك الحديدية. وبيان عاجل من الحكومة المصرية تطمئن فيها جميع المصريين. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا طبعا قدها وطنيين. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. ووردنا منذ قليل إثيوبيا تتحدى تهديدات دولتي المصب. وفي تحد إثيوبي جديد في ملف سد النهضة، إثيوبيا قالت إن الاتفاقيات التاريخية لتقاسم مياه النيل والتي تتمسك بها مصر والسودان خلال أزمة سد النهضة بتقول إنها غير معقولة ولا يمكن قبولها. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبي دينا مفتي إن التهديدات التي تطلقها دول المصب في إشارة إلى مصر والسودان، دون أن يذكر طبعا إن مصر والسودان هي اللي تنشر التهديدات دي، قال إنها غير مجدية، وذلك ردا على سؤال بشأن تصاعد الأزمة التي بدأت منذ 10 أعوام بدون تقدم يذكر، والخيارات أمام البلدين المتضررين. مفتي قال في إفادة صحفية إن دولتي المصب لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة، وفي محاولة جديدة للتملص وعكس الحقائق. اتهم مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية، وقال على دولتي المصب اللي هي مصر والسودان إنهم خرجوا منها 9 مرات على حد قوله، يعني فيما معناه إن مصر والسودان هي اللي بتتعنت وهم اللي خرجوا من 9 مفاوضات. مفتي ذكر المعاهدة اللي هي سنة 29 وقال إنها بتقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية. وذكر برضو اتفاقية 59 اللي كانت بتوزع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليار ونص مليون لمصر و18 مليار و500 مليون للسودان. وقبل يومين وزير الري والطاقة الإثيوبي قال إن سد النهضة حق لإثيوبيا في التطور، زاعما وجود مؤامرة لإفشال بناء السد، وذلك في ظل تعثر المفاوضات حول الأزمة والتي كما ذكرت من قبل بدأت منذ 10 أعوام. في وقت سابق لوحت مصر والسودان باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا بسبب تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا في بداية إبريل الحالي. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على تفاصيل الخبر التالي. انتقل لخبر آخر معانا في منتهى الأهمية وعاجل. الإعلام الغربي يكشف إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين الجيش المصري والإثيوبي وإمكانية كل طرف. تعالوا نعرف يعني ترتيب الجيوش الثلاثة عالميا حسب موقع GFB Global Firepower. يحتل الجيشان المصري والسوداني المرتبتين رقم 13 ورقم 77 على التوالي بين أقوى 140 جيش حول العالم، بمعنى الجيش المصري يحتل المرتبة 13 والسوداني يحتل المرتبة 77. طيب الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 60 عالميا، ويمكن أن يصبح خصما للدولتين في أي مواجهة محتملة قد تتسبب فيها أزمة سد النهضة. وتسببت أزمة سد النهضة الإثيوبي في توتر العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، خاصة مع اقتراب موعد الملء الثاني للسد في شهر يوليو المقبل. إثيوبيا بتأكد إنها يعني هتكمل عملية ملء السد بطريقة تقول مصر والسودان إنها تضر المصالح المائية طبعا،
يؤكد الرئيس السيسي أن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة إذ تأثرت إمدادات مصر. بمعنى إيه سيتردد صداه؟ بمعنى أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كما قال الرئيس السيسي. زي ما حضراتكم عارفين ان الجيش المصري والسوداني بيقوموا بعمليات تدريب عسكري قوي جدا مشتركة في الفترة الأخيرة. رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي قال ان الجيش المصري يقف الى جانب الجيش السوداني مدافعا عنه في خندق واحد. وجلوبال فاير باور الأمريكي عمل مقارنة عسكرية بين الجيش المصري والجيش السوداني من جهة والجيش الإثيوبي من جهة أخرى وفقا لإحصائيات عام 2021. نعرف الأول تفاصيل الجيش المصري والسوداني. يقول الموقع إن مجموع حجم القوة البشرية المتاحة للعمل في مصر والسودان تتجاوز 66.8 مليون نسمة، وتمتلك الدولتان قوات جوية تتكون من 1242 طائرة حربية، وتضم القوات الجوية للبلدين 295 مقاتلة وطائرة اعتراضية و126 طائرة هجومية و81 طائرة نقل عسكري و353 طائرة تدريب و11 طائرة مهام خاصة. كما تمتلك الدولتان 376 مروحية بينها 134 مروحية هجومية. تضم القوات البرية للدولتين 4565 دبابة و12100 مدرعة، إضافة إلى 1149 مدفع ذاتي الحركة. وتمتلك القوات البرية لمصر والسودان 2189 مدفعا ميدانيا و1048 راجمة صواريخ. ويتكون الأسطول البحري للدولتين من 334 قطعة بحرية بينها حاملتا طائرات يملكها الجيش المصري. نشوف بقى الجيش الإثيوبي. وصراحة أنا ما كنتش حابب إن أنا أنشر لحضراتكم المقالة دي عشان يعني ما فيش وجه مقارنة بين الجيش المصري والسوداني يعني تجاه الإثيوبي. ما ينفعش نقارن بين يعني ده وده، هيبقى الموضوع صعب جدا. يعني تعالوا نشوف تفاصيل الجيش الإثيوبي يعني الخطير جدا. تعالوا أقول لحضراتكم التفاصيل. يتجاوز حجم القوة البشرية المتاحة للعمل في إثيوبيا 51.8 مليون نسمة، ولديها قوات جوية تتكون من 92 طائرة حربية فقط بينها 24 مقاتلة وطائرة اعتراضية وتسع طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب، إضافة إلى 33 مروحية بينها 8 مروحيات هجومية. تمتلك القوات البرية الإثيوبية 365 دبابة و114 مركبة قتال مدرعة و67 مدفعا ذاتي الحركة و650 مدفعا ميدانيا، إضافة ل 183 راجمة صواريخ. ولا تمتلك إثيوبيا أي قوات بحرية لأنها دولة حبيسة ليس لها شواطئ بحرية. المصدر معانا كان من سبوتنيك. يعني زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا نقارن بين الجيش المصري والسوداني في مقابل الجيش الإثيوبي، الموضوع صعب، صعب إن إحنا نقارن لأن مفيش أي وجه مقارنة. وأترك لحضراتكم التعليق. هذا هو الإعلام الغربي. المصدر معنا كان من سبوتنيك. سبوتنيك صحيفة روسية، وجلوبال فاير باور جي اف بي موقع أمريكي. هذه رؤية الغرب والشرق عن قدرات الجيش المصري والسوداني تجاه الجيش الإثيوبي. ننتقل لخبر آخر معنا وهام. الرئيس السيسي يصدر بيانا هاما لكل المواطنين. الرئيس السيسي أكد امتلاك مصر كافة المقومات لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية. الرئيس السيسي أوضح خلال استقبال الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية هايونداي روتم ويونغ باي لي دور كوريا كشريك تنموي فاعل في مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع الشركة الكورية في العديد من المجالات الصناعية. الرئيس السيسي أوضح أن مصر بترغب بالتعاون في مجال الصناعات الثقيلة التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة. والرئيس السيسي شدد على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين. في موضوع آخر، اجتمع الرئيس السيسي مع مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس المصرية اليابانية في مصر، حيث تناول الاجتماع استعراض جهود الخبراء اليابانيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان وتطبيق أنظمة التعليم الياباني التوكاتسو
داخل المنظومة الجديدة للمدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية. المصدر معانا كان من اليوم السابع والوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر لما نتبنى التكنولوجيا الكورية في الصناعات الثقيلة. طبعا هيبقى في نقلة كبيرة جدا في مصر من حيث التصنيع المحلي للمعدات الثقيلة وللصناعات عموما الثقيلة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا. وسائق قطار يمنع كارثة على خط السكك الحديدية في مصر. تمكن سائق قطار ركاب النوم 86 القادم من القاهرة في طريقه إلى محطة أسوان من إنقاذ المسافرين من كارثة كبيرة. قام سائق القطار بالتوقف في منطقة زراعية بعدما شاهد مرور جرار زراعي يجر خلفه مقطورة قصب سكر، واقتحم الحاجز الأسمنتي لسور السكة الحديد ليضطر السائق للتوقف ومنع الكارثة. بدأت الواقعة بتلقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديد مجدي عبد المنصف اختارا من محمد ركابي مفتش قسم حركة أسوان، يفيد بأنه أثناء مرور قطار النوم 86 القاهرة أسوان بمنطقة الغابة الكبيرة بمركز في محافظة أسوان، تفاجأ سائق القطار خالد الليسي باقتحام جرار زراعي يجر خلفه مقطورة محملة بمحصول قصب سكر للحاجز الخرساني لسور السكة الحديد وتوقفه على القضبان بعد أن فقد قائد الجرار السيطرة عليه، واضطر سائق القطار إلى التوقف وإنقاذ حياة ركاب قطار النوم من الاصطدام بجرار القصب الذي اقتحم شريط السكة الحديد دون وجود مزلقان أو منطقة عبور. المصدر معانا كامل اليوم السابع. الحمد لله أن هي عدت على خير، ونتمنى إن شاء الله أن ما يحصلش حوادث للقطارات في مصر، لأن الموضوع يعني بقى صعب ان احنا نسمع كل شوية في حادث لقطار، يعني انفصال عربة، معرفش قطار يصطدم بعربة. فان شاء الله خير، ونتمنى من الله ان احنا ما نسمعش يعني عن اخبار زي دي تاني باذن الله. انتقل لخبر اخر معانا. وبيان عاجل من الحكومة المصرية تطمئن في هذا البيان جميع المصريين. الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة تنفيذ برنامج طموح للحماية الاجتماعية المجتمعية وتطوير الأسر المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رفع مستوى أهالينا الموجودين في الريف المصري ويمثلون 58% من سكان مصر. رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر صحفي كل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة تكون شديدة الصعوبة على المواطن. ووضح وقال إن المواطن تحمل في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي أعباء كثيرة، ولولا برامج الحماية الاجتماعية لما تمكنت الدولة من الصمود. ووضح وقال لن نفرض أعباء اجتماعية جديدة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن الحكومة تسعى لتثبيت الدين في العام المالي القادم على أن يبدأ في الانخفاض تدريجي، وقال بدأنا نأخذ المسار التنازلي ولكن ظروف كورونا جاءت لتبطئ هذا المسار، خاصة وأن أرقام الدين تتصاعد في العالم كله. رئيس الوزراء قال عينينا على تحسين أوضاع معيشة الموظفين بما فيهم موظفي الدولة، حيث إن نسب الأجور تظل ثابتة ويكون لها نسبة محددة من الإنتاج المحلي الإجمالي في نطاق المقبول وفي إطار الحوكمة. رئيس الوزراء قال نركز على خمس منظومات في الإصلاح، وهم منظومة التشريعات وتبسيط التشريعات وتوحيد منظومة الأداء الحكومي وتسهيل المعاملات الحكومية ومنظومة كفاءة النقل واللوجستيات بجانب منظومة التموين ومواصلة تحقيق الشمول المالي وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى موضوع خصائص السكان وتطويرها وتطوير الأسرة المصرية لأنه مهم جدا وجزء من نجاح البرنامج في المرحلة الأولى. أمن الدولة المصرية بالتوازي، عملنا برنامج قوي للحماية الاجتماعية وهو ما لم يحدث تأثيرا على الأسرة المصرية. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم على يوتيوب مصر ميديا اي بي نفس الاسم على الفيسبوك، ولكن هنضيف إسلام الأمير مصر ميديا اي بي. بحبكم جدا، بحب تعليقاتكم، وشكر كبير لأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج لأنه بيتعب معانا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.